حنا ديما حاجز الأمني تنتعطلو فيه تنبقى واحد. هاد الزحام هذا بزاف واخا يكون بنادم تي كتستغرقونا في الروطار وراه اكثر من داكشي اللي غدير من كازا للمحمديه. والله الا اكثر من داك الوقت اللي غدير من كازا للمحمديه كدير اكثر منه هنايا في الباراج بزاف. هذا شحال ديال الوقت كتستغرق تقريبا؟ حوالي اكثر من نص ساعه، 35 دقيقه، 40 دقيقه، 30 دقيقه، المهم ما بين نص ساعه وساعه الا ربع. اييه نص ساعة وساعة الا ربع. ساعة ساعة الا ربع. حاجز الاخر شحال؟ بالنسبة لهذاك خفيف ماشي بحال هذا. هذا قاصح بزاف. هذا اللي غتقول لهم باش يرخفوا علينا شوية، راه حنا ماشي كندوزوا السلاح، راه مرض هذا وباء خاص يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه ماشي بهذه الطريقة. المحمدية الضابطة في النهار شحال عندك؟ بالنسبة لي أنايا خمسة ديبارات. خمسة ديال الديبارات. وقبل الحاجز هذا شحال كانوا؟ كانوا 10. دابا نقصت الحاجز الامني. حنا ديما حاجز الامني تنتعطلوا فيه تنبقى واحد الساعه هنايا. اييه انا هادشي راه اجراء مزيان للدوله فهمتي، ولكن ما مزيانش لينا حنا. مشاكل مع العمل، تيقول لك راك تعطلتي راك عندك، ديما داخل معطل على قبل هاد ديما. هادشي حنا دابا شو شحال وحنا واقفين هنا. انا دابا تقريبا واحد ثلث ساعه. ثلث ساعه 20 دقيقه. كاين روطار بزاف، كاين روطار. شحال ديال الوقت اللي كيوقع لك زيد زيد عزيد؟ شحال ديال الوقت؟ تقريبا كل باراج كتبقى فيه على الاقل واحد 15 دقيقه ولا الا حسبتي شحال من باراج وضربتي في هذا ديال المحمديه. شويه ثقيل ثقيل بزاف. كاين كونترول شويه، راه انا كنت في كازا، كندير كازا المحمديه، كيكثروا العناصر الامنيه وشويه سميتو على حسب على الماتريكول. دابا كيكونتروليو دابا الالف 14 ديال المحمديه بلا كونترول. اللهم دوزو السلاح، راه مرض هذا وباء خاص يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه ماشي بهذه الطريقه. الحاجز الامني انا ديما حاجز الامني تنتعطلوا فيه تنبقى واحد.